بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور سامي الواسطي، يمكن نخرجوا دائما محيط جمعية كفاءات موابعه للهجره التنميه. هذا النشاط الثالث اللي كنقوموا فيه، النشاط الثاني كقافله طبيه، القافله الاولى اللي قمنا فيها في الكداح. اليوم النشاط ديالنا في الداخليه ديال الثانويات الفاسي مدينه المنزل اقليم صفرو، اللي غنحاولوا نتواصلوا مع التلاميذ من خلال مجموعه الانشطه الاولى اجراء كورسات طبيه، مجموعه تخصصات خصوصا لاكويتي فيزيوال، نقص البصر بالنسبه للتلاميذ اللي كتقدر بعض الاحيان يكون عائق في التحصيل. وكاين انشطه واحده اخرى موازيه اللي غتكون عباره على ندوات غيقوموا بها اختصاصيين في علم النفس، اختصاصيين في القانون، وطبيعة اختصاصيين في تخصصات طبية. ونتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نساهموا في رفع الحشاشة على هذه المنطقة كذلك. وشكرا.